هذه قصيدة في سيدي ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف. مضيت إلى الخمسين أو ما يقارب، وعلمت الأيام مني التجارب، مضيت لها مستيقنا ومشككا، أرى أين كان الخسر أين المكاسب، مضيت برشد الرأي أمخر عبها، مضيت إلى الخمسين والرشد صاحب، وكنت بها مستبصرا ومفكرا، أقلب ما يجري بها وأراقب، فلم أرى من وازاك أنت شجاعة وعزما دؤوبا دام لا يتثاءب. أيبن العظيم الفذ فرد زمانه، ومن ليس يحصى خيره والمناقب، وأنت له صنع بكل صفاته، ألا إنه إياك والأصل جاذب، فأنت الذرى والأمن والدرع للحمى، لخير الورى والدين كان التعاقب، ألا إن عمي فيك ما زال حاضرا، ألا إن عمي فيك ليس يغايب، وإنك أنت الجود وفرا وكثرة، وللكرب والحاجات أنت السحائب، ألا إنك الهمام تمضي خوارقا، وسيفك بتار ورأيك صائب، مآثرك الشماء تنشر عطرها، بسيرتك الغراء تجلى الشوائب، محمد المقدام فخر بلادنا، ومن غيرك الوثاب بالعز والعز. محمد المقدام فخر بلادنا، ومن غيرك الوثاب بالعز واثب، لذود عن الحرمين بالروح جائد، وفعلك مشهود وخصمك خائب، إذا رمت تمييز العظيم وقدره، فسل من له كان العداء يناصب، وراقب سلوك القوم مبلغ حقدهم، على قدر كم الحقد تعلو المراتب. يصمون أذنا عن حديث نقائه، ويغضون عينا والضياء يعاقب، فإن يهرب الأعداء من صيت خيره، فمن بطشه الفتاك أين المهارب. ألا إنه العملاق منذ نشوئه، به تفخر الأمجاد تزهو المناصب، ألا إن فصل القول ما قال ليثنا، وليس لكل القول يصغي المخاطب، وكم دولة أفرادها حاولوا بها، فمن لعبوا أدوارها قد تلاعبوا، فلن يلعب الأفراد أدوار دولة تطابق شرع الله في من تحارب. أراد به الأعداء كيدا ليظفروا، ولكن وقاه الله والله غالب، قضى أن يرد الكيد صوب نحورهم، بلاء عليهم ماحقا يتكالب، فكانت نجاة للبلاد بأسرها، فوائد قوم عند قوم مصائب.